الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة النهاردة بالتأكيد هنتابع فيها المستجدات اللي موجودة على السوشيال ميديا واهتمامات جماهير النادي الأهلي بالنسبة للمرحلة القادمة. عندنا مشوار محلي الحمد لله الأهلي بيسير فيه بخطوات ثابتة، ملك متوج على عرش القارة الإفريقية، وأيضا كمان ملك متوج على البطولة المحلية، البطولة المفضلة لجماهير النادي الأهلي، في المركز الأول بفارق كبير جدا عن أقرب المنافسين. فبالتالي حديث عن المرحلة اللي جاية، سوشيال ميديا بالتأكيد واهتماماتها دايما بالنادي الأهلي وما يحدث داخل النادي الأهلي والاستعداد بالنسبة للمرحلة الجاية. الجماهير كلها متشوقة إن شاء الله للفوز ببطولة الدوري والاستعداد للبطولة الإفريقية. لذلك النهاردة إن شاء الله هنتابع معاكم كل المستجدات، وهنشوف السوشيال ميديا مهتمة بإيه، بتتكلم عن إيه، إيه أكتر حاجة الناس بتسأل عنها، إيه أكتر حاجة الناس تحب تسمع الإجابة الصحيحة والمعلومة الدقيقة بالنسبة للمرحلة اللي جاية. ندخل على طول في حلقتنا النهاردة ونبدأ معاكم، وتشاركونا بالتأكيد من خلال صفحاتنا على السوشيال ميديا، الفيسبوك وتويتر وإنستجرام، وتشاركونا في الإجابة على هذا السؤال. وبالتأكيد بعد الفوز بالأمس على حرس الحدود بهدفين مقابل لا شيء في مباراة كانت عنق زجاجة، رأيكم إيه في أداء الأهلي؟ تعليقاتكم بالنسبة للمرحلة الجاية، شايفين إيه اللي ممكن يتعمل الفترة اللي جاية، والأداء ده ممكن إن شاء الله الفترة الجاية إزاي ممكن يتحسن؟ الكل يدخل ويشارك، لأن بالتأكيد معانا فقرة في ختام الحلقة هنعرض كل مشاركاتكم ونشوف انطباعاتكم بالنسبة لمباراة الأمس بين حرس الحدود والأهلي اللي أقيمت على استاد الماكس، والأهلي حقق فيها انتصار مهم جدا نحو الفوز بدرع الدوري بهدفين مقابل لا شيء للساحر والمميز وليد سليمان والنجم خط الوسط محمد مجدي قفشة. لكن بسرعة ندخل لعناوين حلقة النهاردة. نبدأ مع بعض من ترند الأهلي. الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي. ومن الترند المحلي، اللجنة الخماسية تعتمد تشكيل لجنة الحكام. وفي الترند العالمي، مبابي يغيب عن مواجهة فرنسا وكرواتيا بسبب كورونا. اهلا بحضراتكم من جديد، وحديث في فقره ترند الترند. دايما معودينكم كده ترند الترند بيكون في تفاصيل مختلفه ما بتلاقوهاش ولا بتسمعوها في اي مكان تاني، والحمد لله دايما بيكون عندنا السبق، لان دايما بنشتغل على المعلومه، دايما بنشتغل ازاي نوصل لجمهورنا المرحله الجايه، ازاي المسؤولين بيفكروا فيها، الاتحاد المصري ممكن بيحضر ازاي لختام الدوري، ايضا كمان بالنسبه لنا النادي الاهلي الفتره الجايه ان شاء الله بيستعد ازاي لحسم البطوله في المرحله القادمه. طيب مبدئيا الحمد لله احنا على بعد خطوات قليلة جدا، بنتكلم في 8 نقاط من إجمالي 9 مباريات متبقية. شوفوا الصدارة وشوفوا الريادة وشوفوا العظمة اللي فيها النادي الأهلي خلال هذا الموسم رغم كل الظروف، لكن دائما الأهلي بيغرد في مكان لوحده منفردا، مع احترامنا لكل المنافسين، لكن النادي الأهلي منظومة إدارية ورياضية وكروية مهما كانت ممكن تواجهك صعوبات أو مشاكل أو أزمات أو تتصدر لك موضوعات، لكن انت دايما ماشي في سكتك لانك ملك، والملك هنا ما بتتقالش على اي حد، الملك لازم يتقال على الفريق اللي بيحقق بطولات وموجود في الصداره، والتاريخ والارقام تشهد له، لا محتاجه تعليق ولا محتاجه اي حاجه تانية، التاريخ والارقام بتشهد لك من غير ما انت تتكلم. الكلام الكتير لا عنده تاريخ ولا عنده ارقام، لكن النادي الاهلي دايما في الرياده، لان الحمد لله بيسعى للرقم 42 بطوله دوري، ولما بيفوز بالدوري مش بيفوز بالعافيه او بفارق نقط او ثلاثه، تتكلم في 20 نقطة، 25 نقطة، 30 نقطة، وده على مدار التاريخ بعد الفار وقبل الفار، النادي الأهلي دايما عارف سكته. طيب بعد الفوز بالأمس على حرس الحدود، الناس بتتكلم بقى على مباراة الإسماعيلي، هتكون في برج العرب إن شاء الله يوم الجمعة القادم، وبعدها ب 72 ساعة الأهلي عنده مباراة مع الاتحاد السكندري أيضا في برج العرب. إمكانية إن الفريق إن شاء الله يكون في معسكر في برج العرب، يقعد هناك الثلاث أيام ما بين مباراة الإسماعيلي والاتحاد، أكيد الجهاز الفني هيحضر لده ويشوف ده بالنسبة للمرحلة الجاية عشان يشوف أفضل حاجة بالنسبة للفريق الفترة الجاية عشان ما يكونش فيه إجهاد سواء في السفر من القاهرة للإسكندرية خلال الفترة اللي جاية. مباراة الأمس رغم أن الأداء ما نالش استحسان الجميع، لكن في نفس الوقت أنت خطفت المباراة في الجزء اللي أنت كنت عايزه، عايز تحقق الثلاث نقاط، أو زي ما بيقولوا ممكن تعمل فوز تجاري، بتكسب وتحقق الصدارة وفي نفس الوقت بتشتغل على المرحلة الجاية. لكن أهم في حاجة في التوقيت ده وأنت راجع من تأثير فيروس كورونا وتوقف النشاط، وأنت لغاية دلوقتي بنتكلم لاعبين حوالي 8 ماتشات أو 7 ماتشات، فبالتالي إن شاء الله الفترة الجاية المستوى هيبقى أفضل، لكن الفايدة والميزة إنك بتكسب في اللحظات الأخيرة، ودايماً السكاوتنج أو التحليل الرقمي للنادي الأهلي، الأهلي بيقدر يعمل أرقام جيدة جداً
في اخر ربع ساعه من المباراه، مش هتكلم على بلس 90 فوق ال 90، فوق ال 90 دي ماركه مسجله باسم النادي الاهلي الحمد لله، لكن اخر ربع ساعه ده هنا بيدل على انه فريق بيقدر يلعب حتى الرمق الاخير وجاهز للفوز في اي لحظه من لحظات المباراه. هدف وليد سليمان، انت مش بتتكلم عن لاعب عادي، وليد سليمان الساحر، وليد سليمان اللاعب اللي تقدر تقول عليه عنده امكانيات عاليه جدا. على فكره وليد بيلعب جزء من المباراه، لكن مع ذلك بيحترم رؤيه الجهاز الفني، وهنا ده اللعيبه اللي بتقدر تشتغل على احتياجات الجهاز الفني والفريق محتاج ايه، وده حاجه ايجابيه للاعب كبير وكابتن من كباتن الاهلي زي وليد سليمان. مهما اتقال على وليد سليمان، هو بالنسبه لنا الساحر، الساحر القروي اللي بيقدر يمتعنا بمهاراته وامكانياته وقدراته. ما هنا السحر سحر عن سحر يفرق، خدوا بالكم، لان هنا السحر سحر الملعب، سحر الاداء، سحر الفنيات. في ناس بتتمنى ضفر وليد سليمان يكون عندها، لكن مش عارفه تجيب نوعيه زي نوعيه وليد سليمان. وليد سليمان من النوعيه اللي كانت موجوده مع جيل عظيم، جيل محمد بركات ووائل جمعه وعماد متعب وتريكا، جيل كان على اعلى مستوى. لكن دلوقتي تتكلم في لمسه فنيه للاعب موجود في الدوري المصري غير موجوده في اي نادي اخر. ولو نشوف وليد سليمان بعدد الدقائق اللي شارك فيها، لكن بيصارع على الصداره والهدافين، ومش من ضربات جزاء. وليد سليمان اهدافه كلها ملعوبه، سواء مرمى الزمالك في الجونه في بطوله افريقيا، الهدف اللي احرزه امبارح، تحسه كده ايه ان الاهداف متشابهه، لان سحر اللاعب هنا سحر فني وسحر في العقل بالاداء المتميز. ريحه طيبه من جيل عمل انجازات وبطولات لغايه اللحظه دي. انا عارف ان هي بتمثل عقده لبعض الناس وبتحاول ان هي تتناساها، لكن وجود وليد سليمان بيفكرهم بالذي مضى. طيب ندخل بقى بالنسبه للمرحله الجايه، عندنا مباراه الاسماعيلي والاتحاد، وان شاء الله على بعد 8 نقاط او مباراتين او ثلاثه ان شاء الله، ونقدر يعني نحتفل ببطوله الدوري ونسعد بالنسبه للمرحله الجايه عشان نستعد للبطوله الافريقيه. طيب الترند الثاني من ترند البطوله الافريقيه، في كلام كتير وفي تفاصيل كتيره، لكن النهارده الثلاث لغايه يوم الخميس 48 ساعه اللي جايه هتسمعوا تفاصيل كتيره قوي. طبعا في اجتماع كل وسائل الاعلام اهتمت ونشرت وكتبت عن الاجتماع اللي هيكون في الساعه 6 للجنه المسابقات بالاتحاد الافريقي، واللي هيكون على راس هذا الاجتماع احمد رئيس الاتحاد الافريقي، وايضا كمان بحضور مندوبي الثمان انديه اللي هيشاركوا في مرحله نصف النهائي، سواء دوري الابطال الاهلي والوداد والزمالك والرجاء، او حتى الرباعي الكونفدراليه نهضه بركان حسنيت اغادير حراء كوناكري الغيني وبيراميدز المصري. الاجتماع هيشوف المرحله الجايه ايه الانسب وايه الافضل وظروف كل نادي والوضع سواء في مصر او المغرب خلال الفتره القادمه. مش هسبق الاحداث لان في اجتماع مهم جدا هيكون فيه تفاصيل كثيره وفي سيناريوهات متعدده. سيناريو باقامه المباريات في موعدها ولن تؤجل، سيناريو باقامه المباريات ذهاب واياب، ولو الوضع الوبائي في مكان مش مناسب ممكن يكون في طلب ان يتلعب في مكان يكون مناسب للفتره الجايه، سيناريو ان ممكن يكون المرحله الجايه مش مناسبه فالانديه اذا اتفقت ممكن تتاجل لمرحلة أخرى. بشكل عام أنا قلت مش هسبق الأحداث لأن أكيد خلال ال 48 ساعة اللي جاية في تفاصيل كتيرة، وال 48 ساعة الماضية فيها تفاصيل كتيرة، كل يوم في كلام وكل يوم في معلومات، لكن التوصية اللي هتخرج من النهاردة من لجنة المسابقات واجتماع مندوبي الأندية الثمانية اللي هيشاركوا في دوري الأبطال والكونفدرالية هتترفع للمكتب التنفيذي اللي هيعتمدها إن شاء الله يوم الخميس، ويكون القرار النهائي والرسمي. نتمنى يا رب بإذن الله الأصلح للنادي الأهلي خلال الفترة القادمة يكون مناسب لقطاع كرة القدم. عندك مشوار محلي خلاص في الرمق الأخير ماتشين ثلاثة وتحدد الرؤية وتستعد لإفريقيا. إمتى التاريخ والميعاد؟ خلال الساعات الجاية هتتضح بنسبة كبيرة، لأن تفاصيل كتيرة جدا وفي مستجدات كل ساعة بالنسبة للمرحلة اللي جاية. النهاردة حتى صباحا موقع أفريكان فوتبول اتكلم على أن الاتحاد المغربي أرسل طلب رسمي بالتأجيل نتيجة الوضع الصحي حاليا في المغرب. نتمنى السلامة يا رب لأشقائنا في المغرب بالنسبة للمرحلة القادمة، فبالتالي هنشوف هذه الطلبات مع رؤية الأندية الثمانية، دوري أبطال أو كونفدرالية، إيه الأنسب بالنسبة لهم، المكتب التنفيذي هيناقش ده إزاي، لأن خاصة الأمر مش متعلق بالمباريات فقط، أنت لو حصل تأجيل أنت هترحل كمان موعد المباراة النهائية، وما تنسوش إن لسه مكان المباراة النهائية مش معروف لغاية اللحظة دي، فبالتالي هتتكلم لسه في مواعيد قيد ممكن تتغير، وهتتكلم لسه ان الدوري المصري والمغربي ممكن يخلصوا امتى، لان في تقارير اتكلمت على ان الاتحاد المصري والاتحاد المغربي في اتفاق ما بينهم ان ما عندهمش مشكله بالنسبه للتاجيل، ان 20 اكتوبر ده ميعاد اربك الحسابات، وقلنا قبل كده ان التصنيف هنا مش هيعمل مشكله. وعندي هنا معلومه
اقدر اقول لكم ده انفراد، وده شيء مميز بيدل ان الناس في الاتحاد الافريقي بتحاول تشتغل على مصالح كل الانديه وكل الاتحادات. اقتراح يقدم في المكتب التنفيذي في اطار ان الدول التي لم تنتهي من دورياتها حتى هذه اللحظه من الممكن منحها استثناء لاستكمال دورياتها او ارسال اسماء الانديه بحروف او ارقام الفتره القادمه، حرصا على انتهاء هذه الدوريات طبقا للمواعيد اللي بيعلنها كل اتحاد محلي في الفتره اللي جايه، وده مكافاه للاتحادات التي اصرت على استكمال المسابقه بالنسبه للفتره القادمه افضل من اتحادات اخرى ريحت دماغها وخدت قرار بالالغاء وعدم استكمال الموسم والاعتماد على الانديه اللي شاركت الموسم الماضي. فبالتالي انتوا بتتكلموا على اقتراح فيما معناه مكافاه للانديه او للاتحادات اللي بتفكر تكمل مسابقاتها ولسه ما خلصتش، ان هي تستثنى من ميعاد 20 اكتوبر عشان تبعت اسماء الانديه حروف او ارقام الفتره اللي جايه او تستبعد من التصنيف. في امور كثيره جدا ليها حلول، لان انا قلت لكم قبل كده هي زي الفنكوش، موضوع ما كانش ليه معنى او ازمه الناس اختلقتها على الفاضي، والموضوع اصلا برمته ما فيهوش اي ازمه. فبالتالي هنا حرصا على ان في اتحادات كانت حريصه انها تكمل دورياتها، ما عندناش مشكله، ممكن تستثنى لان الاتحادات دي او الدول دي حريصه على المسابقه، وما ينفعش اسويها باتحادات ودول اخرى لغت المسابقه وريحت دماغها وقالت هبعت اخر انديه تاهلت من الموسم الماضي. فبالتالي ان شاء الله ما فيش اي ازمه في هذا الامر، وان شاء الله الدوري المصري والمغربي الفتره الجايه ينتهي بشكل جيد جدا، وتكون المباريات الفتره الجايه قبل 20 اكتوبر تكون انتهت. وده يتضح بقى في المكتب التنفيذي لما يتم اعتماد التواريخ، هل في منتصف اكتوبر في نفس الميعاد في سيناريو اخر، ده هيبان خلال الفتره اللي جايه. اكتفي بهذا القدر من فقره ترند الترند اللي الحمد لله حاولنا نقول لكم فيها ادق التفاصيل بالنسبه للمرحله القادمه. اخرج الى فاصل ثم نواصل ومعانا فقره مهمه جدا من ترند الاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد، وندخل بسرعه في ترند الاهلي ونشوف العناوين والناس اتكلمت على ايه امبارح بعد مباراه الامس امام حرس الحدود. وبالتاكيد كان في انتصار، كانت في لقطات وكانت في صور وتغريدات الناس اهتمت بيها من السوشيال ميديا سواء على الفيسبوك تويتر او حتى انستجرام، ودايما الاهلي بيكون هو الحلقه اللي الكل بيتناول وبيتحدث عنها في اي مباراه سواء قبل او بعد، ودايما النادي الاهلي بيكون حديث كل المهتمين عبر السوشيال ميديا. نبدا اول حاجه من الصفحه الرسميه للنادي الاهلي اللي اشارت الى احتفال 8، احتفال وليد سليمان بالامس واحتفال مجدي قفشه بعد المباراه حرس الحدود والهدف الثاني برقم 8. احتفال رقم 8 ده يحمل الكثير، ممكن تتكلم على لاعب بنفتقده جميعا نجم مؤمن زكريا، ان شاء الله الفتره القادمه ان شاء الله يعود سريعا ونطمئن على صحته باذن الله، دايما مؤمن زكريا في قلبنا وفي عقلنا وكلنا بنهتم بيه بالنسبه للفتره اللي جايه. ممكن رقم 8 بتتكلم على عيد ميلاد محمد بركات، كل كان بيحتفل بعيد ميلاد الزئبقي بالامس، فاحتفال رقم 8 ده بيحمل الكثير، لان بالتاكيد الحاجه الاكبر بقى بالنسبه لنا رقم 8 8 نقاط على حسم الدرع والفوز ببطوله الدوري رقم 42. فبالتالي رقم 8 ده بيحمل من المعاني الكثير، محمد بركات، مؤمن زكريا، الاحتفال بدرع الدوري، لكن يبدو ان كان في اتفاق ما بين وليد سليمان ومجدي قفشه بالنسبه للهدف او حتى بعد الاحتفال. يلا كوره كمان من الصفحه الرسميه على الفيسبوك، قالوا بدأ العد التنازلي، الأهلي يحتاج إلى 8 نقاط لحسم لقب الدوري بشكل رسمي، قدامنا رقم 8 وجنبيها درع الدوري. اللي مش متابع ممكن يفتكر رقم 8 ده عدد مرات الفوز، الأهلي فايز بالدوري 41 مرة، ماشي في النجمة الخامسة، عمل 4 نجوم كل نجمة ب 10 بطولات وماشي في النجمة الخامسة، والبداية إن شاء الله في الدرع رقم 42. طيب مكملين معاكم ومن الصفحة الرسمية لقناة الأهلي كمان كتبوا انتهى الإيقاف استعدوا، وده بعد انتهاء مدة إيقاف كهربا واللي انتهت مع مباراة امبارح أمام حرس الحدود. كهربا إن شاء الله بعد مباراة الحرس جاهز للمشاركة بعد انتهاء الإيقاف اللي كان قرره اتحاد الكرة في الفترة الماضية، وهيكون موجود إن شاء الله من مباراة الإسماعيلي. وهنا عايز ألفت انتباه الناس لكلام مهم جدا، ليه بقى؟ لما حصلت المشكله الطارئه اللي انتهت وعدت وبتحصل في اي اوضه غرفه الملابس لاي فريق في العالم، الموضوع خد مساحه كبيره جدا من الوقت والناس اجتهدت وفي ناس حبت تحط شويه شطه شويه على الموضوع كده لاهداف شخصيه، وقالت لك اصل الموضوع ده كده كهربا مش هيكمل الموسم مع الاهلي والموضوع انتهى.
خلاص فنيا الموضوع مع فايلر وفي مشكله مع الجهاز الفني والقصه كبيره والموضوع في كلام كبير قوي بيتقال، اي بلطيق الخطا في الاهلي بيتم شيطنته. لكن امبارح فايلر قال كلمتين في وسط التصريحات عدت على ناس كتيره، ممكن بقى بقصد بدون قصد، الله اعلم كل واحد ونواياه او كل واحد وسياسته التحريريه اللي عايز يتناول بيها الموضوعات. لكن فايلر قال ايه؟ قال كهربا هيكون جاهز معاه من الفتره الجايه، محتاج مباريات ومساحه وقت عشان يجهز بدنيا وفنيا للمرحله الجايه، وممكن اديله عدد دقائق من مباراه الاسماعيلي. ده معنى الكلام ده ايه؟ ممكن اديله عدد دقائق من مباراه الاسماعيلي، يعني مفيش حاجه اسمها ايقاف من فايلر ضد اللاعب واللاعب مستبعد بعد المشكله الاخيره والامر الفني خلاص تازم. في تفاصيل صغيره الناس تهتم بيها، بس زي ما قلت لكم الحاجات الصغيره بتكبر وبتتم شيطنتها عشان دايما النادي الاهلي يكون سبوت وفي حديث عليه كبير جدا من وسائل الاعلام. طيب نكمل معاكم وصفحه يلا كوره على انستجرام قالوا على محمد الشناوي السد العالي بيصل للمباراه رقم 18 بشباك نظيفه هذا الموسم في الدوري. محمد الشناوي الحمد لله عامل مستوى متميز جدا، مش من النهارده ولا من السنه دي، لا من كاس العالم 2018 في روسيا. محمد الشناوي رقم واحد واحسن حارس في مصر، وكان عامل بطوله افريقيه متميزه لولا الخروج المبكر للمنتخب الوطني. لكن الشناوي عمل رقم وريكورد قياسي، 18 مباراه كلين شيت في الدوري حتى هذه اللحظه، اقوى دفاع وشباك حراسه المرمى في الاهلي الحمد لله ماشيه بشكل طيب جدا. وعلى فكره في افريقيا نفس الموضوع، لان عندي احصائيه عايز اكلمكم على الاهلي افريقيا كمان ماشي ازاي في اطار السكاوتنج والارقام، والحمد لله الشناوي عامل موسم ولا اروع ومش بيتصدى فقط، لا ده احد صناع اللعب في احراز الاهداف الفتره اللي جايه. طيب كمان معانا من صفحه ماجيكانو وبتتكلم على الصفحه الرسميه لماجيكانو على الفيسبوك اللي اشاده بمحمد الشناوي، قالوا كل ماتش انقاذ بيحافظ على فارق النقاط. هنا حارس المرمى ده هنا اللاعب رقم واحد، عنصر اساسي في اي فريق طالما ماشي بشكل كويس بيقدر يحافظ على فارق النقاط عن اقرب المنافسين. وقلت لكم الشناوي مش فكره حارس مرمى وبيعمل كلين شيت وبيتصدى، لا كمان بيشارك وبيعمل صناعه لعب للهجمات المرتده وصناعه اهداف. طيب الصفحه الرسميه لموقع في الجول اتكلموا على ان 45% من اهداف الاهلي في الدوري المصري هذا الموسم في اخر ربع ساعه من المباراه، ده الحساب الرسمي في الجول على تويتر، واللي اتكلم على توزيع الاهداف اهداف الاهلي على عدد دقائق المباراه. وقلت لكم في الفقره الاولانيه فقره ترند الترند، شوفوا ازاي النادي الاهلي بيقدر حتى الرمك الاخير وفي الربع الساعه الاخيره يقدر يحرز نسبه اهداف عاليه جدا. على فكره اصعب اوقات المباراه على اي فريق في العالم اخر 10 دقائق واخر ربع ساعه، بل بالعكس كمان الاكسترا تايم او الوقت الاضافي او حتى الوقت الضايع، لان انت عملت مجهود بدني وبذلت مجهود فني كبير وعملت مباراه كبيره جدا، والجزء الاخير ده بيبقى عايز فرق ذو مواصفات خاصه. المواصفات الخاصه دي مش هتلاقيها الا في النادي الاهلي. طيب مزيدا من التفاصيل، والنهارده كان في تدريب صباحي للاهلي استعدادا لمباراه الاسماعيلي، بينضم لي على الهاتف الزميله العزيزه نورهان طمان مراسله قناه النادي الاهلي. مساء الخير يا نورهان. مساء النور يا محمد، مساء الخير عليك ومساء الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. طيب طمنيني، طبعا مباراه الحرس كانت امبارح، مفيش وقت للراحه والجهاز الفني بيستعد لضغط المباريات الفتره الجايه بشكل اقوى، وعنده مباراه مع الاسماعيلي. ما دار في تدريب اليوم على ملعب التتش وجاهزيه اللاعبين، ومين من الجهاز او مين من اللعيبه اللي ريحت في تدريب النهارده، ومين دخل في التقسيمه وشارك بالنسبه للفتره اللي جايه؟ طبعا هو مبدئيا اللعيبه اللي شاركت امبارح في المباراه كان يعني اقاموا ليها بعض التدريبات الاستشفائيه فقط، ويعني التدريبات الخفيفه زي ما بيقولوا يعني. اللي ما شاركوش او المستبعدين كان في تقسيمه قويه وتدريبات قويه بدنيه وفنيه في التدريب النهارده. وطبعا يمكن الملاحظ اكثر حاجه كانت ملحوظه في التدريب النهارده هو وجود كهرباء بمعنويات مرتفعه جدا، معنويا كان يعني متواجد وشارك بشكل يعني جدي جدا. كمان كان في بقى بعض الاحاديث الجانبيه ما بين اللعيبه، يمكن رصدنا يعني وصل هزار كده كانت ما بين رامي ربيعه وباجيو وهم بيلفوا حوالين التراك، يعني الاجواء كلها كانت كويسه وسعيده وحاله من التفاؤل فعلا ما بين اللاعبين.
الو الو، معاك يا نورهان. طب طمنيني، الكهرباء دخل في التسليمه الجماعيه النهارده وكان موجود في المران الجماعي قدامنا حتى ايه؟ دخل دخل في التسليمه الجماعيه، وكابتن سيد عبد الحفيظ قال لي بشكل بتصريح خاص انه اللاعب جاهز بنسبه يعني 100%، ان شاء الله ويتبقى فقط قرار رينيه بايلر بمشاركته في المران الجماعي ان شاء الله. طيب بكره تدريب صباحي برضو، وخلاص داخلين بقى على مباراتين ورا بعض بقى، عندها شعبيه مباراه الاسماعيلي ومباراه الاتحاد. ايوه بكره كمان المسحه الطبيه الرابيد تيست مباراه الاسماعيلي، وهيكون بعديها بقى السفر طبعا المباراه في برج العرب. كمان انا عايز اقول لك يا محمد ان وجود الفريق النهارده في التدريبات كان يعني عامل حاله من يعني الاشاده من حتى اعضاء النادي. المدرب يعني ما فكرش ان هو يريح اللعيبه بعد حتى ما سافر، يعني حاسوا ان في جديه كبيره قوي من المدرب في الايام اللي جايه، خصوصا حسم لقب طبعا الدوري. تمام، زميلي العزيزه نورهان طمان بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه الاضافات والمعلومات من ملعب مختار تيتش ومتابعه للتدريب الصباحي. بالتاكيد الفتره اللي جايه عندنا مباريات مضغوطه وفي سفر لاسكندريه، لكن الشيء الطيب انت راجع من امبارح، راجع متاخر حوالي الفجر، وراجع من الماكسيم اسكندريه وعندك مباريات جايه، فلا وقت للراحه ولازم تشتغل على طول عشان تحضر للمرحله الجايه ويكون في ريكفري بالنسبه للاعبين. طيب مكملين معاكم في ترند الاهلي ونشوف اللي معروض معانا بالنسبه للمرحله اللي جايه. طيب فلاش كوره ايضا اتكلمت على الاهلي بيتصدر هذا الموسم وعامل انجازات طيبه جدا وبيمتلك ارقام ايجابيه، اكثر فوز الاقل خساره بالنسبه للفتره اللي جايه، الاقل تعادل، الاكثر تسجيلا 60 هدف، الاقل تسجيلا 8 اهداف، فارق الاهداف 52 هدف، وبالتالي النادي الاهلي عامل انجازات طيبه جدا هذا الموسم رغم كل الظروف وكل المعوقات اللي بيقابلها النادي الاهلي خلال الفتره الاخيره. طيب مكملين معاكم برضو، وهنا بقى احنا بنتكلم على الروح الطيبه اللي بين اللعيبه. سعد سمير من اللعيبه كده حبه الكريز اللي جوه الفرقه اللي لازم تحب تسمع لها وتقعد معاها وتتكلم معاها، ولعيب روحه كده قويه، لان سعد من المحظوظين اللي لحق الجيل العظيم، قعد فتره طويله مع وائل جمعه ومع خط الدفاع اللي كان فيه عدد كبير جدا من المتميزين، فشرب الصنعه، شرب روح الفانيله النادي الاهلي. امبارح وهو مش موجود في الماتش ومش موجود في المباراه كتب تويته عظيمه جدا وبيهني فيها وليد سليمان وبيقول له الله عليك يا حاوي. طبعا احنا فاهمين الكلام والمعاني والتفاصيل لان وليد سليمان بندعمه وكلنا واقفين في ظهره لانه حبه الكريز وافضل لعيب في الدوري المصري خلال هذا الموسم رغم المدد القليله جدا اللي لعبها، لكن لعيب محترف ولعيب متميز بيأدي مباراه قويه جدا مع النادي الاهلي. وليد سليمان ما سكتش على فكره، لو تاخدوا بالكم من فرق الساعات، يعني سعد سمير كتب التويته من 15 ساعه مثلا، مفيش وليد سليمان بعدها بساعات على ما ركب الاتوبيس وغير ولبس وتحرك في ظرف ساعتين ثلاثه عمل ريتويته للتويته بتاعت سعد سمير وقال له حبيبي يا سعد شد حيلك عايزينك ترجع بسرعه معانا الفتره اللي جايه، ودي الروح الطيبه اللي احنا دايما بنحب نشوفها ونسمعها من كل لاعبي النادي الاهلي. على فكره بتنعكس ايجابا على اللاعبين داخل ارضيه الملعب الروح الطيبه اللي احنا بنشوفها، وده مش هتلاقوه في اي فرقه. الاهلي دايما بيبقى فيه خصوصيه بالنسبه لي هذه الجزئيه. طيب الحساب الرسمي لوطن سبورت اتكلمت برضه على المحطات المتبقيه لحسم بطوله الدوري، وقالوا ابرزها موقعه الدراويش، واحنا بنتكلم على مباراه الاسماعيلي ومباراه الاتحاد ومباراه مصر المقصه، 9 نقاط كامله والاهلي يكون بطل الدوري كالعاده. طيب صفحه الاهرام الرسميه على تويتر قالت فايلر بيطلب تقرير عن الاسماعيلي استعدادا لهذه المواجهه يوم الجمعه، اكيد لازم يستعد للفتره اللي جايه ويشوف استعداد الاسماعيلي كمان والتغييرات اللي حصلت في فريق الاسماعيلي. صفحه اليوم السابع قالت موضوع يعني الاهلي يهدد اجاييه بالرحيل في ميركاتو الصيف القادم، هذا الكلام عاري تماما من الصحة، يعني بلغة السوشيال ميديا احنا بنتكلم معاكو الخبر ده اعمل له بلوك وانت قاعد على اي جهاز كمبيوتر او ماسك تليفونك، اعمل بلوك للخبر ده عاري تماما من الصحة. طيب نكمل معاكو ونشوف صفحة سوبر كورة، من يتحكم في اوضه اللبس؟ نشروا تقرير عن مين بيتحكم في اوضه اللبس داخل الاهلي بعد رحيل الكبار. الكلام ده ما بيتقالش جوه النادي الاهلي، والكلام ده عمره ما حصل جوه النادي الاهلي، لان هديكم مثال صغير قوي، لان برضو هذا التقرير وجهه نظر صحفيه واعلاميه للزملاء، لكن انا عشت جوه النادي الاهلي بتتكلموا حوالي 16 سنه وعدى عليا اجيال كتير قوي. في اوقات حتى لو الكابتن اللي موجود بالادميه ومن النجوميه، لكن اوضه اللبس في النادي الاهلي ما بتتعاملش بالكابتنه،
ومش هروح بعيد ومش هرجع لفترة السبعينات والثمانينات، خلينا بفترة 10 سنين فاتوا. في فترة كان شادي محمد كابتن الأهلي، وفي فترة كان عصام الحضري كابتن الأهلي، وفي فترة أحمد فتحي حاليا كابتن الأهلي ووليد سليمان والشناوي. لكن العشر سنين اللي فاتوا كنت بتلاقي اللي بيجمع اللعيبة محمد أبو تريكة، محمد بركات، وائل جمعة. على فكرة وائل جمعة يوم ما رفع بطولة إفريقيا هو كابتن الأهلي كانت سنة 2013 دوري الأبطال. وائل جمعة بيلعب في الأهلي من 2001. هل على مدار 12 سنة حد كان بيفكر مين كابتن الأهلي، وائل جمعة ولا مين ولا مين ولا مين ولا صاد ولا صاد عين؟ الكلام ده مش موجود في الأهلي. ليه؟ عشان كده بقول لكم دايما النادي الأهلي جوه أوضة اللبس وحدة واحدة، ما بيميزش مين الكابتن ومش من الكابتن. لا، الكابتن ده هنا ده إجراء معين، ده بيحصل في أي حتة في العالم، بيبقى فيه كابتن للفرقة لإجراء معين داخل أوضة اللبس. لو المدير الفني عايز اللعيبة في اجتماع بيروح للكابتن يجمع اللعيبة، لو في سفرية من السفريات الكابتن هو اللي بيجمع اللعيبة ويكون موجود معاهم في اجتماعات والكلام ده كله. قدامكم على الصوره، يوم ما وائل جمعه رفع دوري ابطال افريقيا ككابتن الاهلي كانت سنه 2013. طب قبل 2013 وائل جمعه ما كانش كابتن الاهلي، لكن حد في وقتها كان بيفكر مين كابتن الاهلي ومش كابتن الاهلي؟ كان شادي محمد كابتن الاهلي، كان عندك تريكه وبركات وائل جمعه وعماد متعب، وما كانوش كباتل، لكن كانت في وحده واحده داخل اوضه اللبس. ده موجود حاليا، لا هتقدر تفرق ما بين احمد فتحي والشناوي ووليد سليمان، وحده واحده جوه اوضه اللبس، ومفيش حاجه من الكلام ده داخل النادي الاهلي. ودايما اوضه اللبس في النادي الاهلي بيحكمها روح الفانيلا الحمراء. طيب اخر حاجه معايا وقدامي عماد متعب. عماد متعب عمل تويته لطاهر محمد طاهر وقال له لفه الوسط دي انا فاكرها، هدف طاهر محمد طاهر امبارح مع المقاولين في وادي دجله هدف عالمي، هدف على طريقه فان باستن نجم الكره الهولنديه. لكن عماد متعب احرز زيها في مباراه الاهلي والزمالك، وعايز اقول لك يعني او عايز اقول لكل المشاهدين هذه المباراه دوري ابطال افريقيا 2004 2005، ما تنسوهاش. عماد متعب احرز هدف عالمي وفي الاهلي والاتحاد الليبي في استاد القاهره، لفه الوسط دي كان مشهور بيها عماد متعب. فعمل لقطه مميزه جدا على تويتر، دخل وغرد وكتب لطاهر محمد طاهر لفه الوسط دي انا فاكرها. طاهر عايز اقول لكم طاهر محمد طاهر من ساعه ما انضم للاهلي ووقع رسمي للاهلي معمول له مش اقل من 100,000 اكونت كله باسم طاهر محمد طاهر، بتمنى منه انه يوثق اكونته الفتره الجايه عشان اللغط اللي موجود. لكن قدامنا بنتعلم من حضرتك يا ملك التسعين، ده بقى الروح الجميله اللي بتميز النادي الاهلي. عماد متعب اعتزل مش موجود في صفوف الفريق، لكن شوفوا ازاي اللمسه زي دي، او حتى جمهور الاهلي لمسه زي دي ازاي لما يكتبها امبارح ويتكلم عليها امبارح، ترفع معنويات لاعب لسه قدامه شهر او شهرين على ما يرتدي الفانيله الحمراء بشكل رسمي ويكون موجود مع النادي الاهلي في المباريات بشكل رسمي. دي روح الفانيله الحمراء واللعيب اللي عايز يحقق بطولات ويكون في نادي هو اصلا ملك البطولات عشان يرفع من اسهمه وتاريخه. دايما النادي الاهلي دولابه مليان بطولات، اللعيب اللي عايز يحقق مجد ويعمل مجد بيجي النادي الاهلي عشان يحط اسمه ويحفر اسمه في التاريخ ان يكون لاعب حقق بطولات. فلعيب عارف قيمه ومكانه الاهلي فهيجي النادي الاهلي عشان يرفع بطوله ويتحط اسمه في التاريخ مع نجوم كبار جدا. ممكن حد تاني يفكر تفكير تاني، لكن بعد سنوات هنشوف مين اللي اختار الطريق الصح ومين اللي اختار الطريق الغلط. ودايما النادي الاهلي على مدار الزمن الناس عارفه الاهلي دايما على الطريق الصحيح، والامثله لغايه اللحظه دي امبارح الكل بيقولها بعد اللي مشي من 13 سنه رجع دلوقتي بيقول انا غلطان. فالتاريخ مش هينسى مين اللي عمل مواقف صح ومين اللي عمل مواقف غلط، وكل التوفيق لاي لاعب بيفكر انه ينضم للقلعه الحمراء قلعه البطولات النادي الاهلي مع اعظم جمهور واعظم نادي في الكون. اخرج الى فاصل ثم نواصل، وفقره ترند اونلاين مهمه جدا، تابعونا. اهلا بحضراتكم من جديد، وفقره مهمه جدا بنتكلم عن الترند المحلي والاحداث المحليه اللي مرتبطه بالنادي الاهلي او الفتره اللي جايه في الدوري العام وماذا سيحدث مستقبلا. السوشيال ميديا برضو بتتكلم في هذا الاطار، لان احنا دايما بيكون معانا واحنا الدوري شغال في مباريات مثيره، في احداث عديده، في تغييرات للجان، فهنشوف السوشيال ميديا بتتكلم ازاي في الترند المحلي بالنسبه للمرحله اللي جايه، ونستعرض ايه اللي مكتوب في الامور المحليه داخل مصر. ابدا اول حاجه من صفحه سوبر كوره على السوشيال ميديا وعلى صفحتها الرسميه على تويتر، واللي اتكلمت فيه عن اللجنه الخماسيه هتعتمد تشكيل لجنه الحكام خلال الساعات القليله القادمه. اللجنه في رئاستها وجيه احمد، عزب حجاج مدير اللجنه، وفي العضويه كابتن ايمن دجيش، فهيم عمر، والكابتن محمد فاروق ومجدي رزق،
دول اعضاء اللجنه خلال الفتره اللي جايه. اللجنه بتشكل عشان تقدر تشتغل بشكل رسمي، لان هي كانت لجنه مؤقته بعد رحيل اخر رئيس للجنه كان الكابتن جمال غندور، وجت ظروف الكورونا وتوقف النشاط، فحصل تغيير كثير جدا خلال الفتره الاخيره الى ان تم الاستقرار على اعضاء اللجنه. وهيكون في مسؤول مالي، في مسؤولين من العلاقات العامه، لان بالتاكيد في النهايه لما بيكون عندك حكام اجانب لازم يكون في مسؤولين من العلاقات العامه بيستقبلوا الوفود والحكام الاجانب في المرحله القادمه. لكن هذا التشكيل هو التشكيل اللي هيكون موجود مع اللجنه حتى نهايه الموسم الجاري. طيب نشوف كمان معانا ايه من ترند المحلي، وهنا في تصريح لايمن المزين مدرب نادي طنطا على حساب 360 سبورت على تويتر، واللي اتكلم فيه ان لم يكن يتوقع عودته لتدريب طنطا مره اخرى. بنفس الامر احنا بالنسبه لنا كمان كان الامر مفاجئ، واحنا نفسنا ما كناش متوقعين عوده الكابتن ايمن مزايل، لان هو مشي بسبب بعض النتائج السلبيه وما كانش فيه توفيق مع الفرقه. اتغير، جه الكابتن محمد صلاح فجاه مباراه واثنين ومشي، جه الكابتن احمد سامي مباراه واثنين ومشي. فاللي بيحصل في الدوري المصري على فكره ده ما بيحصلش في اي دوري في العالم. فكره تغيير المدربين ده المفروض اتحاد الكره يكون ليه هنا سلطان وتدخل في هذا الامر في مساله تغيير المدربين. طيب معانا كمان من صفحه الوطن سبورت، واتكلمت على خبر متعلق باصابه لاعب نادي اسوان، الف مليون سلام عليه، الحسيني سمير، تعرض لاصابه بقطع في الرباط الصليبي في احدى مباريات الدوري الاخيره. الف مليون سلام عليه، وان شاء الله يعافى خلال الفتره القادمه. بنكمل معاكم في الترند المحلي، وصفحه في الجول عامل احصائيه على مصر المقصه. بعد ما تولى إيهاب جلال قيادة الفريق في الدور الثاني، مصر المقصة بعد الدور الأول كان في المركز ال 16، لم يحقق الفوز سوى في مباراتين من أصل 17. مارس 2020 تولى إيهاب المسؤولية، عمل 6 انتصارات، تعادل مباراة واحدة، خسر مباراة واحدة، وحاليا بعد ما كان في ال 16 كترتيب بقى في المركز الثامن ب 30 نقطة. نفس اللعيبة على فكرة، فريق المقصة ما غيرش لعيبة، نفس اللعيبة، لكن في النهاية هنا أنت عندك هيد كوتش مدرب عارف الامكانيات وبيحقق نتائج عكس البدايه اللي كانت مع مصر المقصه. وفي النهايه الشو ما بيعملكش نتائج، المدرب في الملعب لما بيشتغل جوه الملعب فبيعمل نتائج. عشان كده شفنا ايهاب جلال مع المقصه عامل نتائج عكس ما كان في اختيار اعتقد كان خاطئ مع مصر المقصه في بدايه الموسم. طيب صفحه الوطن سبورت، واتكلمت على عرض لمحمد ابراهيم او العروض المقدمه لمحمد ابراهيم، والمقصه في تصريحات رسميه ومن خلال الحساب الرسمي للوطن سبورت على الفيسبوك قال ان المقصه بيؤجل البت في العروض المقدمه لمحمد ابراهيم خلال التوقيت الحالي. عموما مش هنسبق الاحداث ونشوف الفتره الجايه ماذا ستسفر عنها فتره الانتقالات وانتقالات اللاعبين ما بين اعاره وبيع وصفقات قادمه بالنسبه للفتره اللي جايه. كمان صفحه الاهرام بتتكلم على صفحه الاهرام على تويتر، الحساب الرسمي بيقول ان سموحه بقياده المدير الفني الجديد هيواصل استعداداته لمواجهة الزمالك ويجري اختبار رابيد تيست خلال الفترة اللي جاية. لما نشوف الفترة اللي جاية في الدوريات أو في الدوري المحلي، احنا دخلنا خلاص في الأسبوع ال 26 ال 27 لسه هنشوف الجولات القادمة، فبنتكلم في عدد مباريات قليل جدا، بس أعتقد في صراع البقاء على البقاء في المسابقة وفي الدوري هتكون المنافسة قوية جدا وشديدة جدا. لكن في المقدمة الملك حسمها وبينهيها إن شاء الله مبكرا خلال الثلاثة أسابيع القادمة. أكتفي بهذا القدر من فقرة الترند المحلي، ثم أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نواصل حديثنا في برنامج الترند. أهلا بحضراتكم من جديد، وفقرة الترند العالمي والسوشيال ميديا هناك أكيد في أوروبا وفي مصر، حتى الكرة العالمية والكرة الأوروبية في كلام كتير قوي بالنسبة للفترة الجاية، الانتقالات، الصفقات، حوار ليونيل ميسي، ماذا يعني الى اي مدى انتهى خلال الساعات القليله الماضيه. بقى في برشلونه والموضوع انتهى بعد صراع كبير جدا وحديث كبير جدا قلب العالم كله، والكل كان بيتكلم على موضوع ليونيل ميسي. لكن هنشوف الفتره الجايه السوشيال ميديا بتتكلم بخصوص ميسي وايه الجديد، لان كل ساعه في جديد وكل دقيقه في جديد بخصوص ليونيل ميسي. نبدا مع بعض من الميرور البريطانيه وصفحتها الرسميه على تويتر، واللي قالت فيها ان ميسي وصل لمقر تدريبات برشلونة قبل انطلاقه بنصف ساعة، لكن من خلال الصورة الميرور شافت ان في ملامح للحزن ظهرت على وجه ميسي وتدرب منفردا قبل وصول باقي الفريق. اعتقد السنة دي هتكون سنة فارقة مع ليونيل ميسي خلال وجوده في برشلونة وامكانية استمراره في الفترة القادمة بعد إثارة الجدل بخصوص الشرط الجزائي والرقم الكبير اللي اتقال حوالي 700 مليون اورو. طيب مكملين معاكم في الترند العالمي ونشوف الخبر اللي جاي معانا،
وهنا بنتكلم على ممفيس ديباي. ممفيس ديباي بنتكلم على حساب في الجول على تويتر اللي نشر تصريحات ليه وقال: أعلم عن اهتمام برشلونة لكن لا أستطيع التعليق على ذلك الآن، سأتحدث في الأيام القادمة مع وكيلي ونادي ليون الفرنسي. قدمنا حتى صورة لديباي وهو لابس مرتدي تيشيرت برشلونة. صفقات والانتقالات الفترة الجاية رغم ظروف الكورونا والأزمة المالية، لكن أسامي لعيبة كبيرة جدا، هيكون في زلزال في الصفقات والانتقالات القادمة في الدوريات الأوروبية. طيب نروح كمان لحساب جريدة ليكيب الفرنسية، وهنا صحيفة ليكيب الفرنسية على حسابها على تويتر نشر تصريحات لديدي ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي قبل مباراة كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية والمقرر إقامتها مساء اليوم. قال إن مباراة اليوم ستكون مختلفة عن مباراتنا مع كرواتيا في نهائي كأس العالم، آخر مباراة كأس عالم في 2018 في روسيا. تأكيد المباراة هتكون مختلفة، ده نهائي كأس عالم، ده مباراة في الدوري أو دوري الأمم الأوروبية، الموقف مختلف والمباراة مختلفة وأهدافها كمان هتكون مختلفة. طيب لسه مكملين مع فرنسا ونروح لبي بي سي سبورت، وهنا بتتكلم عن غياب كيليان امبابي عن مباراة فرنسا في دوري الأمم ضد كرواتيا بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا. ده اللي قاله حساب بي بي سي على تويتر، إن كيليان امبابي عنده إصابة بفيروس كورونا وبالتالي مش هيكون موجود في مباراة فرنسا ضد كرواتيا. كمان نروح لإنجلترا ونشوف بالنسبة لإنجلترا في الفترة اللي جاية، ونبدأ بفيل فودن لاعب مانشستر سيتي والمنتخب الإنجليزي اللي نشر بيان اعتذار على حسابه بتويتر وقال: بعد الضجة التي حدثت بسبب أفعالي في أيسلندا أود أن أعتذر لجاريث ساوثجيت المدير الفني وزملائي في الفريق الإنجليزي والموظفين والمشجعين والنادي وعائلتي. على فكرة الموضوع ده عامل أزمة كبيرة جدا في إنجلترا، وجاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي كان واخد قرار بخصوص أكتر من لاعب في أزمة كده معينة يعني خلال الفترة الأخيرة. طيب مكملين معاكم ونشوف برضو نادي أو أحد أندية الدوري الإنجليزي نادي إيفرتون من خلال صفحته الرسمية على تويتر قال إن خلاص انضم الكولومبي خيمس رودريجيز لاعب ريال مدريد الأسباني إلى النادي الإنجليزي. بالتأكيد خيمس رودريجيز من اللعيبة المميزة جدا اللي كان موجود في نادي ريال مدريد. طيب في هذه الأثناء مهم جدا يكون معانا على الهاتف مداخلة هاتفية مع الصحفي الغاني مايكل جونيور، الصحفي بموقع أفريكان سبورت وأيضا كمان صانع محتوى في أفريكان فوتبول ومدير إعلام لنادي ليجونستيز النادي الغاني في الدوري المحترفين. بالتأكيد سعيد بوجودك معايا على شاشة قناة النادي الأهلي وسعداء بوجودك، وبالتأكيد عايزك تكلمني بقى على شعبية الأهلي ومتابعتك للنادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة وما يحدث كمان عبر السوشيال ميديا والمتابعة اللي موجودة من خلال صفحات السوشيال ميديا. الو الو يس كان يو هير مي اي كان هير يو الو يس بليز يو المكالمه معانا يا جماعه. طيب نكمل معاكم لان في عطل في الاتصال مع الصحفي الغاني. بالتاكيد التواصل مع الاعلام الافريقي او الاعلام في كل دول افريقيا حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا، النادي الاهلي دايما صاحب الشعبيه الكبيره نادي القرن في افريقيا، فبالتاكيد شيء مهم جدا هنحاول نشوف الامر ده خلال الفتره اللي جايه. طيب مكملين معاكم من خلال الترند العالمي ونشوف حساب المان يونايتد. حساب المان يونايتد بيتكلم على القميص الثالث للفريق في الموسم الجديد. على فكره الصور دي النهارده عملت ضجة كبيرة جدا وصورة لافتة للانتباه وصورة لافتة للنظر ان المان يونايتد بيحاول يشوف الديزاين الخاص بالقمصان. بالمناسبة التيشيرت الاساسي والتيشيرت الاحتياطي الالوان ما بتختلفش فيه لان ده الرولز او ده الاساسيات بتاعت اي نادي، لكن القميص الثالث ده انت هنا بتتكلم في الماركتنج، بتتكلم في التسويق، ازاي ممكن تستفيد بيه كناحية تسويقية ودعائية. فدايما القميص الثالث بتكون حاجة شاذة، حاجة مختلفة. فقدامنا التيشيرت بتاع المان يونايتد مش حاجة مختلفة، ده حاجة مختلفة خالص وعملت ضجة كبيرة جدا من خلال صفحات السوشيال ميديا منذ أن تم الإعلان على هذا التيشيرت صباح هذا اليوم. طيب أكتفي بهذا القدر من الترند العالمي ونروح بسرعة لمشاركات الجماهير
وعايزين نعرف اراء الناس وتعليقاتهم ورؤيتهم بعد مباراه الاهلي والحرس بالامس وشايفين الاداء كان ازاي. ابدا بيه علي يونس، قال الاهلي لعب كويس اخر ثلث ساعه، والدليل على كده انه سجل في اخر ثلث ساعه. علي الصاوي قال الحمد لله على المكسب في وقت قاتل من المباراه، وهي دي روح افضل نادي في الكون، وعامل هاشتاج الاهلاوي مش هيسيبنا. طيب عبد الله عربي قال الاداء كان كويس بس على فترات من المباراه، ولكن اهم حاجه المكسب، ونتمنى الاداء يتحسن مع رجوع المصابين نسر الاهلي. احمد عيد توني، الاداء متوسط ولكن كل التوفيق للاهلي في المرحله المقبله. ابراهيم البيومي قال متوسط لان هذه المباريات لا تعتمد على الاداء، تعتمد على النتائج بسبب ضغط المباريات والمجهود الذي يبذله اللاعبين، فنشكرهم على الفوز. راي منطقي وراي موضوعي ومسانده ودعم للفريق ان شاء الله بالنسبه للمرحله القادمه. اخر حاجه اختم بيها، الموقع الرسمي للاتحاد الافريقي عمل احصائيه طيبه جدا واتكلم عن الاربع انديه اللي بينافسوا في مرحله النصف النهائي، الاهلي والوداد والزمالك والرجاء. بالمناسبه الاهلي اكثر الانديه فوزا خلال هذه البطوله من الثلاثه انديه الاخرى، فاز 8 مرات، الوداد فاز 5، الزمالك فاز 6، الرجاء فاز 6. الاهلي اكثر تسجيلا للاهداف 29 هدف واستقبل 5 اهداف، الوداد سجل 19 واستقبل 9، الزمالك سجل 23 واستقبل 8، والرجاء سجل 19 واستقبل 10. اذا من خلال الاحصائيات الرسميه على موقع الاتحاد الافريقي الرسمي، الاهلي هو الاكثر فوزا والاكثر تسجيلا للاهداف واقوى دفاع في دوري ابطال افريقيا. لغه الارقام لا تكذب ولا تتجمل، لكن دائما وابدا سيبقى النادي الاهلي فوق الجميع، وسيبقى النادي الاهلي ملكا متوجا في جميع البطولات التي سيشارك فيها محليا وافريقيا. اكتفي بهذا القدر والتقي بكم على خير ان شاء الله في حلقات اخرى قادمه من برنامج الترند. شكرا والى اللقاء.